اهلا بحضراتكم من جديد. وكأن الموسم خلص او لسه احنا في فتره الانتقالات الشتويه، تفتح اي جرنان اي موقع تسمع لاي برنامج عروض للعيبه الاهلي، الشناوي مطلوب مش عارف فين، حسين الشحات مطلوب لفين، فلان هيمشي، فلان مش هيكمل، كل ده لنفس الهدف اللي المهندس عدلي اشار لكم ليه قبل الفاصل. الفريق هيبقى مستهدف، ازاي تقدر تهز استقراره، وازاي تقدر تشغل لعيبته، وازاي تقدر تفركش الفرقه دي ازاي. فهتلاقي باستمرار في كلام عن عروض وعن انتقالات وعن رغبات وعن وعن وعن، وكانه احنا فعلا في موسم انتقالات. هو احنا بنشكرهم وهم دي عمليه لتسويق لعيبتنا، كتر خيرهم عليها. لكن لما يبقى اللعيبه معظمها جدد بسلاسه شديده، معظمها اعرب عن رغبته في الاستمرار مع النادي الاهلي، لانه بيحقق مع النادي الاهلي مش قادر يحققه بره، حتى لو راح اوروبا. يعني انت عشان توصل اللي حققه محمد صلاح محتاج سنين، حتى لو انت عندك المقدره، مش كل لعيب هيسافر بره هيبقى محمد صلاح. فالنادي الاهلي النهارده ماشي كويس، وفي كلام ان المنافس وتجديد المنافس هو دي بتخفف الضغط، يعني المرادفات ان تحط دي قدام دي بتخفف الضغط بالنسبه لبعض الناس اللي بتختلق هذه الاخبار، او حتى لو هي اخبار لا ترقى. انا بيجي لي تليفونات كتير جدا، انتوا بتفكروا في فلان؟ لا، جبتها منين؟ يبقى حدث، يبقى في عرض، يبقى مش عارف الاهلي يرفض، يبقى اللاعب مقموص عليه. كل ده على سؤال مثلا انه هل في احتمال تسيبه فلان؟ ونسيبه ازاي والموسم شغال؟ والله وفي مدرب هيقدم تقرير. لا، وانا بقول لهم ايه؟ هرجع للجهاز الفني والكابتن سيد عبد الحفيظ وبقول لهم الرد. لا، مفيش كلام من ده، احنا دلوقتي مستقرين على اللي احنا فيه. فانما الحدوته ما بتخلصش عند هذه الاجابات، لان الغرض منها ما هواش غرض خبري سليم او موضوعي، هو انك تخلق حاله من التوتر وعدم التركيز والاستقرار، وتعمل مقاربه.